رأى نوح عليه السلام امرأة تبكي، فسألها لماذا تبكين؟ قالت: يا ويلتي، أبكي على وفاة ابني وهو صغير وفي عز شبابه. سألها نوح عليه السلام: وما هو عمر ابنك؟ قالت: 300 سنة. قال لها نوح بقصد التخفيف عن حزنها: فماذا سوف تفعلين لو عشت في أمة أعمارهم لا تتجاوز 60 عاما؟ قالت: أو هنالك من يعيش 60 عاما فقط؟ قال: نعم. قالت: وهل منهم من يعصي الله في هذه المدة القصيرة؟ قال: أغلبهم عاصون لله. قالت: وهل يتهافتون على حب الدنيا وهي مجرد أيام؟ قال: نعم، همهم الوحيد حب الدنيا والقليل من يفكر بالآخرة. قالت: وهل يتجادلون فيما بينهم على أمور بسيطة؟ قال: وبل يتقاتلون على أتفه الأمور. قالت: وهل يبنون أكواخا لهم وأعمارهم بتلك الفترة القصيرة؟ قال: بل يعمرون القصور لمئات السنين ثم يتركونها ويرحلوا. قالت: يا ويلتي، لو كنت في تلك الأمة لقضيت عمري تحت ظل شجرة ساجدة لله. المضحك في الأمر أننا نعيش الآن وكأن أعمارنا بأيدينا، نسمع مثل هذه القصص والمواعظ وتمر على مسامعنا مرور الكرام دون أن نتعظ منها ونفهم حقا بأن الدنيا زائلة. نبني ونخطط، ومنا من يفتك حق أخيه بالباطل ويظلم هذا وذاك، ويدوس على الفقير ويقتات من حقوق المساكين، وينسى أن الدنيا هي بعض أيام، ولا وقت لنا لنحسد ونحقد ونكره أحدا. الوقت يمضي كلمح البصر، وسنرحل عن هذه الدنيا ونترك ما بنيناه وما جمعناه لمن يأتون من بعدنا، ولن تبقى غير أعمالنا. فيا ربي، لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين.